الرئيس السيسي يؤكد أن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه الدولة، ويؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات. نيابة عن الرئيس السيسي، مدبولي يشارك في قمة المناخ في كينيا ويطرح رؤية مصر حول تمويل المناخ. الكرملين يعلن عدم التوصل لاتفاق حول مبادرة الحبوب حتى الآن، وأردوغان يؤكد أن بلاده على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة بشأن إحياء المبادرة. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي، لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية. جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة له خلال فعاليات انطلاق المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة. إن احنا ممكن وحيسعدنا واحنا مستعدين ان احنا ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي، لان هو فرصه كبيره جدا ومنصه مهمه جدا ان احنا نطرح فيها ونتناول فيها هذه القضيه الكبيره جدا، مشكله السكان. مش بس، وكنت اتمنى ان برضو كان في كلمتك بتتكلم عن حجم عدد سكان العالم، وبرضو بنظره شامله سريعه جدا عن موارد العالم هتبقى كافية إنها تلبي هذا الحجم، مش بس على قد مصر، ولكن أقدر أقول اللي بيحدث في مصر ممكن بيكون أيضا هو شكل آخر باللي بيحدث في العالم. في دول استطاعت إن هي تسيطر على وتنظم عملية النمو السكاني، وفي دول كتير ما قدرتش تعمل ده. وإحنا هنا على سبيل المثال في القارة الإفريقية بنتكلم إن إحنا في خلال سنوات قليلة هنصل لأكثر من 1.5 مليار أو 1.6 مليار، والموارد اللي موجودة في إفريقيا ضخمة جدا، ولكن لا تستطيع أن تفعل يعني أنها تساهم في ده. فاسمح لي أقول أن احنا يعني بأكد أن احنا فرصة أن احنا يعني ننظم هذا المؤتمر سنويا أمر في منتهى الأهمية في ضوء الموضوع المهم جدا جدا اللي بنتكلم فيه. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن قضية السكان من أخطر القضايا التي تمس الدول. أصعب حاجة بتمر عليا إن أنا ببقى عارف إن المطلوب حجمه قد إيه والمتاح حجمه أقل كتير من المطلوب، وبالتالي ده هينعكس زي ما دكتور خالد اتكلم وحضراتكم تعرفوه ايضا على الجوده في كل شيء. عايز تعمل تعليم كويس قوي، لا يمكن ابدا تقدر تعمل تعليم كويس قوي وتنفق على التعليم كويس قوي في حجم في ظل هذا الحجم الضخم من السكان والموارد القليله جدا. اتكلم على الخمسينات وعلى قبل كده حتى، وقال ان احنا كانت الفجوه تقريبا 10-12% ما بين قدرة الدولة ومواردها والنمو السكاني اللي موجود فيها. كان ساعتها 19-20 مليون سنة 50، وبالتالي كان الفجوة مش كبير، الفجوة التمويلية بين ده وبين ده مش كبير. بس خلي بالكم، تصوروا إن الفجوة دي ليها تراكمات على مدى 60-70، الكلام ده تقريبا النهاردة دخل في 75 سنة. التأثير بتاع ال 75 سنة في الفجوة ديت نتائجه إيه؟ نتائجه ايه على جودة المنتج التعليمي؟ نتائجه ايه على جودة المنتج الصحي اللي احنا كدولة عايزين نقدمه لمواطنينا؟ القضية بتاعت السكان في مصر وفي الدول اللي عندها مشاكل مماثلة لينا قضية أنا بعتبرها من أخطر القضايا. We'll be right back.
أهدى وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار الرئيس عبد الفتاح السيسي نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، وذلك عقب إطلاق خارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة. جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 تحت عنوان سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة. وقال وزير الصحة إنه تم إعداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ودستور جمهورية مصر العربية والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تبنى محاوره على التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي والتحول الرقمي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية. مننا يعني متصور أن احنا في مصر رغم كل التحديات ديت فرصتنا في التغلب عليها مش كبيرة. لا، احنا فرصتنا بالتغلب عليها كبيرة، ويمكن ده أنا يمكن هنا هخلي الشق الثاني في تعليق يعني على الجهود اللي قامت بها الدولة خلال الثمان تسع سنين اللي فاتوا. رغم كل التحديات اللي مرت على مصر في العشر سنين دول، لكن أقدر أقول لكم إن إحنا بذلنا جهد كبير جدا، مش إحنا كقيادة أو كحكومة، لا، كدولة مصرية بشعبها كانت فاهمة ومقدرة التحدي اللي موجودة قدامها، واشتغلت خلال العشر سنين دول بشكل يعني متسارع للغاية في كل المجالات من أجل أن هي تتغلب على الفرق الكبير بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو اللي احنا عايزين نوصل لها. وحطت الدولة، ويمكن احنا موجودين النهاردة هنا في العاصمة في المكان ده، يمكن كتير من السادة الضيوف ما يعرفوش ان ده كان جزء من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق لمستقبل أفضل لصالح مجتمعها. ال 24 مدينة اللي الدكتور خالد بشكل أو بآخر اتكلم عليهم، هو كان عبارة عن تقدير للموقف للنمو السكاني في الدولة المصرية، وقد إيه إن إحنا محتاجين نخرج خارج النطاق الضيق للدلتا اللي إحنا عايشين فيها من خلال ال 24 مدينة دول. We'll be right back.
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية للمعرض الطبي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. وخلال الجولة استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح تفصيلي من وزير الصحة خالد عبد الغفار عن مكونات المعرض الطبي للمؤتمر العالمي الذي يقام على هامش المؤتمر لاستقبال العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن رؤية مصر حول موضوعات تمويل المناخ تتمحور حول عدد من النقاط، من بينها إعادة النظر في أدوات التمويل المتاحة حاليا والتحول إلى التمويل الميسر. وخلال كلمته بجلسة أجندة المناخ الدولي لقمة إفريقيا للمناخ في نيروبي بكينيا، أكد مدبولي على ضرورة إعادة تفعيل آلية واحدة ومناسبة لإعادة استخدام الديون الحالية. ويمثل اجتماعنا هذا فرصة ممتازة لتناول موضوعات تمويل المناخ، وتتمحور رؤية مصر في هذا الصدد حول العناصر التالية: أولاً، ضرورة إعادة النظر في أدوات التمويل المتاحة حالياً والتحول إلى التمويل الميسر والمنح لتسريع وتيرة التحول المطلوب. ثانياً، أهمية مراجعة معايير تدفق الاستثمارات لضمان حصول القارة الأفريقية على نصيبها العادل من التمويل. ثالثاً، التأكيد على أن تمويل المناخ وهو تمويل جديد وإضافي وليس سحباً من مخصصات الدعم التمويلي التنموي الدعم التنموي. رابعاً، ضرورة العمل على تفعيل آلية واحدة وفعالة ومناسبة لإعادة استخدام الديون الحالية من خلال آلية فعالة لتحويل الديون إلى تمويل المناخ. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جلسة مباحثات مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات ميمونة محمد. جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 من سبتمبر الجاري. توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة على قيادتها المتميزة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ونجاحها في تحويل العجز المالي إلى فائض، فضلا عن إعادة هيكلة الهابيتات بطريقة مكنتها من تعزيز أنشطتها. من جانبها أعربت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن شكرها لمصر على دعمها ومساندتها لجهود الهابيتات، كما أكدت تطلع البرنامج لفعاليات النسخة 12 من اجتماعات المنتدى الحضري العالمي عام 2024 والتي تستضيفها مصر. تشارك مصر في العديد من الفعاليات الدولية التي تهدف لمواجهة التغيرات المناخية، كما تلعب القاهرة دورا مهما في ملف المناخ على المستوى الإقليمي لتوحيد صوت القارة الإفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ.
جهود كبيرة تبذلها الدولة واهتمام بالغ توليه للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها عالمياً، ودائماً ما تدرس مصر تطور قضية تغير المناخ على المنطقة وعلى مختلف دول العالم، حيث تتجه سياسة مصر لرفض أي التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة، وتؤكد على مبادئ إعلان ريو دي جانيرو وخطة عمل بالي، وبخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية، وفيما يتعلق بمسؤولية الجهات المعنية بالتلوث في تحمل تكلفته، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية، وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمات المالية العالمية. ولعل من أبرز إسهامات الدولة في مسألة تغير المناخ استضافتها للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، حيث جاءت المقررات الختامية للمؤتمر لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بالمؤتمر، وإنما أيضاً على مستوى قيادة العمل الدولي الجماعي في مجال المناخ، حيث حافظت مصر على مكانتها وتأثيرها في القضايا العالمية. هذا وشاركت مصر في العديد من الفعاليات الدولية التي تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية، ومنها قمة محيط واحد، والتي أقيمت في مدينة بريست الفرنسية، حيث أكدت مصر خلال مشاركتها على أن تغير المناخ يظل التحدي الأصعب الذي يواجهه العالم بما له من آثار سلبية تمتد إلى شتى مناحي الحياة. كما شاركت مصر في العديد من القمم الأخرى المتعلقة بمسألة تغير المناخ، ومنها المؤتمر العالمي للغابات 15 بكوريا الجنوبية في 8 مايو من عام 2022، ومؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان. بالإضافة لذلك تلعب مصر دوراً مهماً في ملف المناخ على المستوى الإقليمي، فكان لرئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة المفاوضين الأفارقة دور مهم في توحيد صوت القارة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس للمناخ، والخروج بمبادرتين طموحتين هما المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة واستمرار العمل على تنفيذهما. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.
تتواصل اليوم جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن. وخلال اجتماع اللجنة تمت الإشارة إلى أن التضخم ظاهرة عالمية تصيب كافة اقتصاديات العالم المتقدمة والناشئة، ولكن بمعدلات متفاوتة، وأنها تظهر حين يتواصل ارتفاع الأسعار مقابل الانخفاض المستمر في قوة النقود وبالتالي تراجع القوة الشرائية. وقال المشاركون في اللجنة إن التضخم يتسبب في العديد من المشكلات المجتمعية والسياسية والاقتصادية. وفي إطار مناقشات المحور الاقتصادي، بحثت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي. كما أكد المشاركون ضرورة تصنيف المشكلة وضرورة وصفها، وذلك بهدف التوصل للحلول لرفعها لمتخذي القرار. قال أمين عام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي كريم عادل إن نجاح المرحلة الأولى بمخرجاتها وتوصياتها للحوار تعد الداعم الرئيسي للمرحلة الحالية لاستكمال مسيرة العمل والخروج بتوصيات مطمئنة للشارع المصري. وأضاف أنه تمت مناقشة مقترحات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة الحالية. الحقيقة طبعا يعني ان نجاح المرحلة الاولى بمخرجاتها وتوصياتها وآليات إدارة الحوار بتعتبر هي الداعم الرئيسي للمرحلة الحالية اللي بدأ اليوم. المرحلة الحالية ستكون يعني استكمال لمسيرة العمل الأولى وخروج مجموعة من التوصيات في مختلف اللجان، ومن ضمنها لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي. أعتقد ده نقطة مطمئنة للحاضرين بخروج توصياتهم، مطمئنة للشارع المصري، ستساهم خلال المرحلة القادمة في تحقيق حالة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور محمد محرم إنه تمت مناقشة تقليل العبء عن المواطن من خلال الاتجاه إلى الاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة. أضاف محرم أنه تمت مناقشة أهمية توطين الصناعات من أجل زيادة المعروض وتقليل الأسعار. النهاردة أعتقد أن العنوان الرئيسي للجلسة كان التضخم وغلاء الأسعار، وكانت الرسالة للمواطن أننا نشعر به ونعمل على رفع العبء عن المواطن أو تقليل العبء الموجود على المواطن. أهم الاقتراحات في جلسة اليوم كانت بإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري عن طريق التركيز على قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وتوطين الصناعات في مصر، مما يساعد على زيادة المعروض من المنتجات وبالتالي تقليل الأسعار. وللمزيد حول أهم ما تمت مناقشته خلال جلسات اليوم مع زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. جلسات المحور الاقتصادي ما زالت مستمرة، وتحديدا الجزء الخاص بغلاء الأسعار والدين العام. يعني في حقيقة الأمر تم طرح العديد من المقترحات التي تخص المواطن بشكل مباشر، وأيضا جزء من المقترحات التشريعية التي من الواجب يعني عرضها في البداية على مجلس النواب. على أساس هذا العرض يتم الموافقة على هذه التشريعات إما بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع أو حتى بعد عرضها على رئيس الجمهورية بالتنفيذ المباشر. تم الحديث اليوم حول عدد من الملفات، من أهمها إسقاط بعض الديون الداخلية إذا جاز التعبير، إذا تمت الموافقة على هذا الأمر مما يقلل من فكرة الديون العامة بشكل عام. هذه نقطة. النقطة الأخرى كانت خاصة بتوطين الصناعة. توطين الصناعة كان هناك عدد كبير من الأطروحات والمقترحات حول في بداية الأمر تقليل الفاتورة الاستيرادية مما يقلل من الفجوة الدولارية بين الاستيراد والتصدير، كانت هذه نقطة هامة. النقطة الأخرى وتشكيل لجنة خاصة لتحديد أنواع الصناعات المهمة. هذه الصناعات إما يتم دعمها من القطاع الحكومي أو حتى من القطاع الخاص بعد توجيهات سياسة ملكية الدولة. هذه أيضا الوثيقة التي تحث
على سرعة التعامل مع سندات الدولة أو غيرها من أصول الدولة لتخفيف من فكرة وطأة الديون وأيضا تقليل فكرة التعامل المباشر وغلاء الأسعار مع المواطنين، بالإضافة للجنة خاصة لوضع حد وسقف لزيادة الأسعار بناء على الاستيراد أو حتى بناء على التصنيع المحلي. ربما هذه كانت أهم النقاط التي تمت مناقشتها في اللجان اليوم. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمقر الكلية الحربية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول. هذا واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمقر الكلية الحربية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول. واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة، كما تفقد دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان الكومسيون الطبي، أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة، التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق. وناقش عددا من الطلبة المتقدمين في أساليب الاختبارات التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، مثنيا على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج إيجابية في ضوء المنافسة القوية التي تمكنهم من نيل شرف الانضمام للقوات المسلحة. كما أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن نتيجة القبول النهائية يكون معيارها الأول والأخير هو إمكانيات الطالب وقدرته على اجتياز الاختبارات بأعلى الدرجات المقررة لكل اختبار، وأنه لا مجال لأي عوامل أخرى في الاختبارات، موصيا بعدم الالتفات إلى شائعات الوساطة والمحسوبية. ثق تماما أن ما فيش حد هيظلمك وما فيش حد هيجاملك، لا نسمح لا بالظلم أن حد ياخد حقك، ولا نسمح بالمجاملة عشان المجاملة هتبقى على حساب زميلك، ما بتسمحش لا بكده ولا بكده، يعني انك لا تظلم ولا تجامل. طب المجاملة حاجة، الاسم كويس والشيء كويس، مجاملة ايوه، بس المجاملة دي لما تكون على حساب حد تاني ما تبقاش اسمها مجاملة، تاخد شكل تاني من الالفاظ والعبارات لا يستقيم عندنا داخل المؤسسة العسكرية. انت هتاخد حقك في كل التمارين اللي هتلعبها، اللي انت هتبذله هيحتسب لك، لن تظلم ولن تجامل. شدوا حيلكم، بالتوفيق إن شاء الله، نتمنى لكم جميعا التوفيق. وفي ختام الجولة التفقدية وجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنسيق لاتباعهم كافة الإجراءات والأساليب العلمية المتطورة التي تمكن من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة للانتقاء الدقيق لأفضل العناصر المتقدمة. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الياباني هاياشي يوشيماسا عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية. أكد شكري أن الزيارة تعكس اهتمام البلدين لتعزيز العلاقات بينهما، خاصة في ضوء الزخم الذي تولد خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة، والتي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
لقد استعرضت مع السيد هاياشي تطورات العلاقات بين البلدين، ولعل من أهم تلك التطورات هو استئناف تشغيل الرحلات المباشرة لشركة مصر للطيران بين عاصمتي البلدين في 14 سبتمبر الجاري، وهو الأمر الذي نتطلع إلى أن ينعكس بشكل ملحوظ على حركة السياحة اليابانية إلى مصر. وعربت كذلك خلال نقاشي اليوم مع السيد وزير الخارجية اليابان عن سعادتنا لاستئناف تدفق الاستثمارات اليابانية إلى مصر، وتطلعنا لتشجيع شركات القطاع الخاص الياباني لضخ المزيد من الاستثمارات في المجالات الواعدة المتاحة. سيداتي والسادة، لقد تبادلت مع السيد وزير خارجية اليابان الرؤى حول العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. قد كانت النقاشات إيجابية وبناءة، حيث استعرضنا ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات، ولا سيما التبعات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الدول النامية. من جانبه، أكد وزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا أن مصر تلعب دورا مهما في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وفي إفريقيا، وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يعد رمزا للتعاون الوثيق بين مصر واليابان. تعد مصر شريكا مهما للغاية لليابان، وتلعب دورا مهما في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وفي ضوء قيام السيد كيشيدا رئيس وزراء اليابان بترقية العلاقات الثنائية بين مصر واليابان إلى شراكة استراتيجية، وذلك خلال زيارته لمصر في إبريل من العام الجاري، قمنا بتبادل الآراء بشكل صريح، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد منذ قليل، وتناقشنا حول مجموعة واسعة من الموضوعات مثل العلاقات الثنائية بين البلدين، وأيضا السياسة والاقتصاد والتعاون الاقتصادي، فضلا عن الأوضاع الدولية والعلاقات الإقليمية والدولية أيضا. انطلقت مساء اليوم الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية. يهدف المنتدى الوزاري العربي الياباني في جولته الثالثة إلى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، والتعاون الوثيق وتقارب الرؤى السياسية بشأن التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. الآن أدعو أصحاب السمو المعالي لأخذ صورة تذكارية في السلالم الخارجية، كما أشكر رجال الصحافة وأطلب منهم مغادرة القاعة، حيث سوف نستأنف الجلسة المغلقة. شكرا. يلا. وصلت اليوم إلى بورسودان أول رحلة مصر للطيران، حيث كان في استقبالها كل من القنصل المصري وأعضاء البعثة المصرية ببورسودان ووالي ولاية البحر الأحمر ومدير مطار بورسودان. وأكد القنصل المصري ببورسودان أن هذا الخط يعد من الخطوط ذات الأهمية القصوى ضمن جهود الشركة الوطنية مصر للطيران المستمرة، فهو خط استراتيجي يربط أبناء الوطن الواحد وأبناء النيل. 856 رقم أول رحلة طيران بين القاهرة وبورسودان بعد استئناف حركة الطيران المدني بالمنطقة الشرقية بالسودان على خلفية استقرار الأوضاع بها منذ توقف حركة الطيران المدني في إبريل الماضي. الرحلة التي انطلقت في 5 اليوم 5 سبتمبر وعلى متنها 121 راكباً، وسط إجراءات لوجستية ميسرة وحفاوة استقبال فور وصولها مطار بورسودان. إن شاء الله هتبقى رحلة منتظمة في كذا رحلة أسبوعية إن شاء الله، بحيث أنها تساعد على التواصل الشعبي والأسري بين أهلنا هنا وأشقائنا في السودان وبين مصر وأشقائهم في مصر، وبالتالي إحنا يعني طبعا بنعتبر ده تواصل مستمر زي ما هو دايم موجود قبل كده، وإن شاء الله يعني يستمر في الفترة القادمة دي. وأعتقد أن حركة الطيران إن شاء الله هتساعد أشقائنا في السودان إن هم يوصلوا لكل أنحاء العالم عن طريق مصر، وفي نفس الوقت يزوروا أسرهم اللي موجودين حاليا
في مصر. فأتمنى كل التوفيق طبعا لشركة مصر طيران واللي قامت بجهود كبيرة لتنظيم هذه الرحلة. وطبعا زي ما شفنا كان في مراسم خاصة لاستقبال الشركة عند وصولها لمطار بورسودان ومشاركة جميع المسؤولين السودانيين هنا فيها، وإن شاء الله تكون بداية خير لجميع الرحلات المنتظمة بين مصر والسودان بإذن الله، باعتبارها أول شركة عالمية تحضر لبورسودان منذ أحداث 15 أبريل. بورسودان عشان نوصل لها محتاجة 3 أيام بالسفر، أما دلوقتي بنختصر المسافة في ساعتين زمن، ساعتين ونص، ودي بتسهل الترابط بين الشعبين. المسؤولون بالمطار أثنوا على تلك الخطوات الجادة من قبل السلطات المصرية بإنشاء خط جوي بين القاهرة وبورسودان بواقع رحلة يومية، بما يؤكد عمق الروابط بين البلدين ودور مصر المحوري بالمنطقة. يمكن وصول هذه الرحلة في رسالة لكل العالم لأن الوضع في السودان أصبح آمن ومستقر. أيضا في رسالة لإخوة في شركات الطيران العالمية تواصل انفتاح على السودان وأن الوضع آمن بنسبة 100%. نحن شاكرين لأخواننا في جمهورية مصر العربية حكومة الشعب لاتخاذ هذه الخطوة الشجاعة أن يتواصل ويسير التواصل بين الشعبين. كما ذكر سعادة السفير أنه الرحلة بالبر حوالي 2000 كيلومتر ودي فيها مشقة كبيرة جدا لكبار السن والمرضى والأطفال والأسر اللي كانوا بيعانوا معاناة شديدة جدا، لكن بوصول هذه الرحلة هي فاتحة خير لكل السودانيين الراغبين في الذهاب إلى مصر ولكل أنحاء العالم أنه طريق أصبح ميسر. نحن ما نقدر شيء إلا نشكر حكومة مصر وشركة مصر للطيران في هذه الخطوة، ونتمنى أن تكون فاتحة خير لبداية عمل جديد إن شاء الله. في حوجة كبيرة جدا جدا ضخمة للسفر بين السودان وبين مصر. الرحلة دي هي فاتحة خير، وأنا أعتقد أنه ما بعدها إن شاء الله رسالة لكل شركات الطيران. وأنا كمان نشيد ونشكر أخواتنا في مصر وأخواننا في الخطوط الجوية المصرية مصر للطيران، مبادرة عظيمة، ونتمنى أنه رحلة تكون متواصلة إن شاء الله. ومطار بورسودان به كل الإمكانيات. الإخوة الأشقاء المسافرين عبروا عن سعادتهم البالغة للعودة إلى أرض الوطن والحفاوة التي وجدوها خلال رحلة السفر. يعني أول رحلة من القاهرة لبورسودان بعد 4 شهور، والحمد لله رحلة ممتعة، تعامل راقي وضيافة ما شاء الله كرم، يعني مصري كرم أصيل من النيل، وإن شاء الله تكون رحلات مدامة وصلاة وأمن إن شاء الله. تمام، مرتاحين والحمد لله، والرحلة كانت ممتعة وسريعة وكل الإجراءات سهلة الحمد لله. يعني حاجة ممتازة جدا، وأتمنى الاستمرارية على نفس النهج. خدمة مميزة من الميزان زي ما نقول لحد مقعد الطيارة. ونشكر الطاقم كله على حسن الضيافة. كل الإجراءات كانت سمحة، وكل الإقامة بتاعتنا كانت في مصر جميلة، وربنا يديم التعاون إن شاء الله بين البلدين. والحمد لله أي حاجة يعني طلبناها كانت في متناول يدنا، يعني في طيلة الفترة دي ما حسينا بغربة الحمد لله، وسي راجعين لأهلنا الحمد لله. الإجراءات كانت سهلة وكانت العملية سريعة، الناس كانوا متعودين جدا تقريبا في الخطوط، يعني من مرحلة قطعة تذاكر لحد ما احنا عملنا بوردنج، فلقينا مساعدة كثيرة صراحة. الإجراءات كانت سهلة وممتازة وصراحة سريعة، دي حاجة بتسهل على الناس كثير جدا وبتشجع باقي الخطوط انهم يحزوا حسب الخطوط المصرية ان شاء الله. كان الموضوع كله سهل جدا جدا وسريع جدا جدا، والحمد لله ما واجهتنا اي مشاكل. استئناف حركة الملاحة القوية بين مصر والسودان وبدأ أول رحلة بشكل يومي بين القاهرة وبورسودان يؤكد مجدداً حرص الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار بالدولة الشقيق ودورها المحوري بالقارة السمراء وبخاصة دول حوض النيل. من مطار بورسودان، محمد حلمي، التلفزيون المصري. أكد
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف أنه الاتفاق حول صفقة الحبوب حتى الآن رغم المباحثات الأخيرة بين رئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. وقال بيسكوف إنه من غير الممكن التوصل إلى أي اتفاقات محددة لأن صفقة الحبوب عملية متعددة الأطراف، مشيرا إلى أن الغرب قد رفض الالتزام بالشروط والمطالب الروسية مما يجعل استمرارها ليس ممكنا. وأضاف متحدث الكرملين إلى أنه لا خطط للتوصل إلى أي اتفاقات محددة بشأن اتفاق الحبوب. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة بشأن إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود، وقال إنه سيناقشها مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الجمعية العامة التي تعقد هذا الشهر. أكد أردوغان أن المقترح الأخير للأمم المتحدة عمل على تلبية بعض المطالب الروسية التي ناقشها خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجددا التأكيد على إمكانية التوصل إلى حل قريبا. أوضح أردوغان أن المطالب الروسية تشمل إعادة ربط بنكها الزراعي الحكومي بشبكة سويفت العالمية للمدفوعات والتأمين على السفن المشتركة في مبادرة الحبوب. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قد أسقطت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا في إسترا بمنطقة موسكو وفي كالوغا. هذا وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، قال إن الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها كانت تستهدف تنفيذ هجوم على موسكو. موعدنا الآن مع النشرة الاقتصادية في نشرتنا، نتابعها مع سارة نجيب. إليك سارة. شكرا لكم ريهام ونهى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث بمصر، قام الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث. هذا وأكد هيبة على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري إلى الأسواق العالمية نظرا لجودة التصميمات ومتانة المنتجات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتقديم حزمة من التيسيرات الجديدة للمصنعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 2,200,000,000 جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1,287 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 19,044 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 35% ليغلق عند مستوى 3,844 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 28% ليغلق عند مستوى 5,619 نقطة.
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات مدعومة باستمرار تجديد المعروض من جانب السعودية وروسيا وبقرارهما تمديد خفض الإنتاج، فضلا عن ارتفاع نشاط قطاع التصنيع في الصين على غير المتوقع في أغسطس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% مسجلا 90.46 دولارا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.15% لتصل إلى 87.38 دولارا للبرميل، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.20% لتصل إلى 3.12 دولارا للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 95% لتسجل $2.69 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الإمارات ضخ استثمارات بقيمة 4.25 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة في إفريقيا خلال قمة المناخ التي تستضيفها كينيا، وتهدف إلى جذب التمويل لجهود مكافحة التغير المناخي. وقال سلطان الجابر الذي يرأس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المقررة في دبي هذا العام، أنه سيتم تخصيص هذه الاستثمارات لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة في إفريقيا. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد لنهى وريهام، إليكما. شكرا جزيلا لك سارة. ونختتم نشرة السادسة بتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد أن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه الدولة، ويؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات. نيابة عن الرئيس السيسي، مدبولي يشارك بقمة المناخ في كينيا ويطرح رؤية مصر حول تمويل المناخ. الكرملين يعلن عدم التوصل لاتفاق حول مبادرة الحبوب حتى الآن، وإردوغان يؤكد أن بلاده على اتصال وثيق مع الأمم المتحدة بشأن إحياء المبادرة. نهاية نشرتنا، تحية لكم وإلى اللقاء.